كان في اللحظة الماضية. تخليص الكرة يأتي من يانسن الآن. يانسن 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 تمرير كرة وتغطية سليمة والكرة بالجول. هدف ملغى، هدف ملغى، هدف ملغى. حكم اللقاء لا يحتسب الهدف الماضي. راح نشوف بالفعل هدف، هدف حكم اللقاء يحتسب هدف لمصلحة نادي هامبورغ في الثواني الأخيرة من زمن شوط المباراة الثاني. أسجل أنيس بن حضيرة في مرمى راشد علي هدف مباغت. بالفعل هدف يحتسب حكم اللقاء